خرجت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد الدفعة الثالثة من مبادرة أبدع وصنع، كما نظمت لقاء تعريفيا بعنوان نجوم الأعمال بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم. تفاصيل تلك الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي. بهدف تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار، نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد مبادرة أبدع وصنع من الهواية إلى المهارة، التي شارك فيها 28 شابا من رواد الأعمال في أعمال الميكانيكا والبرمجة الخاصة بالسيارات والدورة الكهربائية، وصولا لأعمال صبغ السيارات والسمكرة. عبارة الدورة عن ثلاث فرق هي تكونت، بس أول شيء كان اليومين النظري أعطيناها وأربعة أيام عملي. النظري كان أول شيء عن أمن وسلامة، عن تشخيص الأعطال، كيف تتعامل للتشخيص، عندك نوع المعدات شو اللي يتوفرن، صبغ وسمكرة، كيف المواد الصبغ، أنواع الصبغ، كيف تعرف أن السيارة مصبوغة ولا مو مصبوغة. خبرتي في الميكانيك مدتها الحين 14 سنة الحمد لله، وحبيت أشارك ويا مؤسسة رواد ودعم من توب سبيد، وحبيت أني أضيف من خبرتي زيادة عن خبرة الكهرباء. كهربة الميكانيكا الحين في تقدم سريع وتكنولوجيا، وحبيت اني اشارككم وقد ما عندي من الاشياء والافكار وهذا اضيف حق الشباب واطالع اعين وعاون. من جانب اخر، انطلقت مبادرة نجوم الاعمال بتنظيم من ادارة مجلس الشارقة للتعليم وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم مشاريع الشباب الريادية رواد، التي تستمر لعشرة ايام في واجهة المجاز المائية، وتستقطب طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاما. هدف من هذه المبادرة هو رفع وتوعية الفئة المستهدفة من طلبة المدارس بثقافة ريادة الأعمال والاستثمار واكساب المهارات اللازمة في تنمية رأس المال. انطلق المعرض اليوم وعلى مدى 10 أيام متتالية. المعرض هذا سيمنح الفرصة للطلبة المشاركين لعرض منتجاتهم والتسويق لها من خلال رواد الأعمال والزبائن وزوار واجهة المجاز المائية. مبادرة حلوة من حكومة الشارقة أن وفروا لنا هالفرصة عشان يعني نطلع مهاراتنا ونعرف أن كيف يعني نستثمر مهاراتنا ونستثمر يعني اللي يكون عندنا مثل رأس المال، وكيف نحن مثلا نستثمره. فاليوم هاي فرصة حلوة للجميع طبعا. أشكر أمي وأبوي وعيال عمتي كلهم وخبروني عن المبادرة عشان أشارك فيها وأبني لي مستقبل إن شاء الله. يوم أكبر أعرف أتعامل مع المشاريع. أنا أول مرة أشارك هني، وإن شاء الله أشارك في السنة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله أتعلم من هذا الشيء كيف يعني أحافظ على فلوسي وما أصرفها مرة واحدة. مبادرة نجوم الأعمال التي تنوعت فيها الأفكار والمشاريع تهدف إلى تشجيع الطلبة على الدخول في عالم الأعمال الخاصة والتجارة الحرة واكتساب الخبرات والتعلم والاستفادة من الأخطاء التي قد تواجههم ليرسخوا مبادئ ومهارات التجارة الناجحة. مبادرة نجوم الأعمال تسعى إلى تعريف طلبة الجامعات والمدارس على عالم التجارة وكيفية خوض تجربة الاستثمار المالي في مشروع بسيط. لأخبار الدار، مجد السويدي، الشارقة.